الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم ونبارك على النبي الأمين قاد كل المحجلين ميمين بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، ما تصلي عليه حبيب رب العالمين. يعني من الاهتمام بفضل الله عز وجل بتعليقاتكم أو برسائلكم، بنحاول بقدر الإمكان إن احنا نجيب على قد ما نقدر، ونحاول بقدر الإمكان الحاجات اللي توصل لنا منكم او القصه اللي توصل لنا منكم نحن نعرضها نعرض هذه القصص على كل الاخوه والاخوات الموجودين معنا في القناه. ربما نكون لنا نتعلم منها، وربما يكون ده سبب النجاه، وربما يكون سبب ان انت ترجع عن المعصيه كنت انت فيها. عشان كده احدى الاخوات بتحكي لي عن ابيها، بتقول لي كان امام مسجد، او بالاحرى كل كانت زاويه صغيره، ورحمة الله عليه كان من حفظة القرآن الكريم. قبل موته بيومين جه في الرؤية لأختها اللي هي بنته، فقال لها إنه شاف، إنه شاف في المنام، أنا آسف، هو اللي شاف في المنام، هو اللي شاف رؤية يعني، وجي حكاها لبنته اللي هي أختي اللي بتحكي لي يعني. فتقول إن هي شاف إن هو إن هو قال لها إن هو شاف في المنام أنه يختم القرآن. هو في الأصل من حفظة، من حفظة كتاب الله عز وجل. المهم دخلنا في ذي الحجة، صام 9 أيام إلى يوم عرفة من ذي الحجة. بتقول تاني يوم العيد نزل عشان يصلي صلاة العصر. الغريب إن الأم عينيها بتقول لي غفلت كده حاجة بسيطة، فشافت إن الزوج مات، وخرجت تقول لأولادها أبوكم هيموت النهاردة، عشان شافت في المنام إن أخته، وأخته دي ميتة، جات وخدت مين؟ أخوها اللي هو زوجها، فقالت لهم أبوك هيموت النهاردة. الكلام ده قبل صلاة العصر أو قبل موته بتلت ساعة على ما أتذكر يعني. المهم هو نزل لصلاة العصر، صلى العصر، وبعد صلاة العصر بدأ في صلاة الرحم، بدأ يعدي على أقاربه ويسلم عليهم ويصافحهم. سبحان الله كأنه مودع، خلص ده وسلم عليهم كلهم بفضل الله عز وجل. بعد كده طلع على باب بيته. لما طلع على باب بيته مر بأطفال صغيرة، بدأ إنه يدي لكل طفل منهم جزء من المال، فلوس زي العادية كده يعني، لحد ما وصل لشقته. فلما دخل قال لزوجته على غير العادة يلا حطيه الأكل بسرعة. قالت له طب اهدى يا راجل. قالت له بس، قال لها بس حطيه الأكل بسرعة، يعني كان نوع من أنواع الطعام اللي يعني المشهور في العيد، كرشة والحاجات ديت يعني. المهم فأقل منها وشهق شهقة فمات. بتقول سبحان الله اللي جم غسلوه اخوه ملتزمين قوي، لكن المفاجاه كلها في اللي انا عايز اقوله، ان لما دخلوه في اللحد عشان يدفنوه، اللحد ده كان كل ما يجي يدفنوا في حد ما يجيش على مقاسه، فما يدفنش في اللحد ده. بتقول لما نزل ابي ونزلوه في اللحد ده سبحان الله مقاسه بالظبط، ودفن ابي في اللحد ده. قلت سبحان ربي، ده كل اللي بيدفن في المكان ده ما بيعرفوش يدخلوه في اللحد ده، كأنه قد جهز وحجز لأبيها. عشان كده خلي ليك عمل صالح بينك وبين ربك، خلي ليك عمل صالح بينك وبين ربك، محدش بيطلع عليه غير ربنا سبحانه وتعالى. خليك قريب منه، ما تبعدش عنه. النجاة في القرب من الله، والهلاك في البعد عن الله عز وجل. بحبكم في الله، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.